السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للإخوان والأخوات والمتتبعين الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نتمنى الإعجاب ديالكم. كما كتشوفوا معنا هنا عندنا سيكتور واحد وعندنا العمارة رقم 8 تحت الطرف ديالكم، الطابق الأول، الشقة رقم 3 والشقة رقم 4. ان شاء الله غادي تشاهدوا معنا هنا كما كتشوفوا تحت طلب ديال المتتبعين الاوفياء. كما كتشوفوا هنا عندنا الصاله وعندنا الكوزينه، كما كتشوفوا هنا عندنا التواليت وعندنا جوج بيوتا. كما شفتوا في فيديوهات سابقين، يعني صراحه الخدمه غدا على قدم واثق، يعني ليفينيسيو في الانفاس الاخيره ديال السيكتور واحد. الناس اللي كيسولونا بزاف تقول لك امتى غادي يسلموا المشروع ان شاء الله السيكتور واحد، والكثير من الناس كيسولوني على النوطير، واش جا النوطير ولا ما جاش. المهم ان شاء الله سمعت بانه راه كاين النوطير في تمارا، ولكن مازال ما مأكدش. ان شاء الله غادي نتاكد وغادي ننشر لكم الخبر بشكل رسمي. المهم ان شاء الله غادي نسوق الخبر كما كنقولوا حنا، وغادي نشوفوا اذا كان شي خبر صحيحه راه غادي نقولوها لكم ان شاء الله، وغادي نعطيكم الاخبار الصحيحه بلا ما نكذبوا عليكم ولا شيء. الناس بزاف كيسولونا على وجه النوطير ولا مازال، وكيتسولونا كذلك امتى غيتسلم المشروع. يعني المشروع راه في النظرات الاخيره، الانفاس الاخيره ديال ليفينيسيو ان شاء الله. مازال بعد الروتوشات، مازال الشانطي، مازال الطرقان تقادو، مازال التروطوار ديال الشوارع الداخل ديال الزناقي. ان شاء الله راه غادي نبدا ما ندير لكم شي جوله ان شاء الله. يعني راه باقي الناس خدامين، وباقي ما يمكنش غادي تصور الناس، كاين اللي ما غاديش يبان، ولكن الخدمه راه غدا الحمد لله غدا بخير وعلى خير ولله الحمد. ممكن ما كتشوفوا هنا عندنا الصالات وعندنا الكوزينه وعندنا التواليت وعندنا الدوش والى اخره. المهم نخرجوا من هنا وغادي نمشيو معكم الشقه رقم 4. هنا عندنا الشقه رقم 4 كما كتشوفوا عندنا هنايا الصاله متيسعة تبارك الله. وهنا راه باش نعطيكم واحد الخبر اللي هو اللي صحيح، واحد الحاجه اللي غادي تعجب الناس ديال السيكتور واحد، لانه كاين شقق راهم كبار تبارك الله. كاينين شقق كبار زايدين شويه، كاينين بالنسبه للصالات راهم كبار. تنبغي نفرح الناس اللي مستافدين هنا في السيكتور واحد واللي مستافدين هنا. يعني كاين المساحه كبيره تبارك الله، كاين الصالات راهم كبار. وغادي ان شاء الله مازال غادي نجيكم بواحد الفيديوهات ان شاء الله، وغادي تشوفوا الفرق ديال الصالات. كاينين شي صالات كبار وكاينين كوزينات مربعين كبار. المهم نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. واخواني ما تنساوناش، اخواني اخواتي ما تنساوناش بالدعم في القناه باش تحفزونا ونعطيكم الجديد ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا عندنا الباركون، البيت اللي فيه الباركون، بيت النعاس كيطل على الشارع كما شفتوا هنا. العمارة 8، الشقة رقم 3 والشقة رقم 4، يعني وحدة ثلاثة كتطل على داخل الحي، وحدة كتطل والربعة كتطل على الشارع الرئيسي ديال المشروع، ديال الدخل ديال المشروع. ما كتشوفوا هنا عندنا البيت، هنا عندنا بيت الدراري كما كنقولوا. هنا عندنا الكولوار كما شفتوا، يا سلام، يعني في صاله لا باس بها، الصاله راه كبيره تبارك الله.
ونتمنى اخواني اخواتي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكما قلت لكم ما تنساوناش بالدعم في القناة وتشاركوا فيها باش وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشي كومونتير كان تحفيزي باش نعطيو كل ما عندنا. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.